شوف يا ناصر يا ابني، انا هقول لك كلمتين بس ما تزعلش مني. انت ما عندكش اي حاجه، ولا شغل ولا شقه. حتى لو كان عندك شغل او شقه، بيتهيألي مش هيناسبه تمر. حتى يا ناصر العيلتين يا حبيبي مش لاقينا على بعض خالص. يعني برضو مش قصدي، لكن اهلك ناس مستواهم بسيط وناس شعبيين، واحنا حبيبي زي ما انت شايف كده. يعني برضو جامي ان ممكن يكون في لغه حوار مشتركه بيننا ابدا. على فكره انا قلت كده لبنت حضرتك وهي اللي اصرت ان انا اجي. شفت انت حطيتيني في موقف محرج ازاي؟ على فكره انا ما كنتش عايز اشوفك في موقف محرج زي ده، بس انت اللي حطيتني في موقف محرج لما جيت شفت اهلك. قالهم اهلي مش شبهي يا ناصر، مش شبهي، مش هينفع اصلا نفهم بعض، مش هينفع نخرج مع بعض، مش هينفع نلبس هدوم بعض. ناصر تخيل حد من اهلي او من قرايبي شاف اهلك، شكلي انا هيبقى ايه؟ تخيل مثلا عملنا فرح، هم هيلبسوا ايه ولا هيتكلموا ازاي؟ اهل دول ما يشرفهمش انهم يناسبوكوا اصلا.